السعودية لتعلن انطلاقة هذه المباراة ومعها انطلاقة هذه الجولة. إذن انطلقت المباراة القادسية على اليسار والفيصلية على اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محدثكم عبد العزيز الزهيد بلقاء القادسية مع الاتفاق. لكن الأنصاري الخطير جدا من الكرة الثابتة يرسل على القائم الأول وبعيدات. حتى الآن دفاعات القادسية مع الحارس جاك دونكان. يزيد البكر استلم الكرة، يزيد مرر، وصلت عند جوستافو، خطرة جوستافو، الهدف الأول قريب قريب، هو ما في غيره المتألق في الفترات الأخيرة. القادسية بأن يكون، لكن هذه محاولة داخل منطقة الجزاء رأسية، استمرار للخطورة. اثنين من الفيصلي، روجير وانطلق، ومندش هو الاخر، حاول سلطان، ينتظر زميله، وصلت عند جوستافو، صدد جوستافو وجاك دونكان تصدى. اقول يخطف لان القادسية حقيقة افضل في الشوط الثاني، وهذه عرضية تلعب وتبعد على راس منطقة الجزاء، وصلت عند جوستافو، ذكاء ولا اروع لويس جوستافو، العملة النادرة العملة النادرة، وسجل، وهذه ثالثة. البديل ولا جونيور في الشوط الثاني. إذا تأتي صافرة كومينا لتعلن فوز الفيصلي بنقاط 3